بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث رضوانك واجعلنا من خيرة خلقك يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان. السورة كذلك بينت في آخرها مصير المعتدين على دين رب العالمين، وفي المقدمة المنافقين الذين هم خائرين في نجوى أصلها شيطاني، وكيف يكون العذاب، وكيف سيدخل جهنم من الصاغرين أدلة نقرهم الرحمن القاهر سبحانه وتعالى، ويصلونها يدخلون ويلاقون حرها وعذابها ونيرانها. بالمناسبة، تو الكلاب اللي قاعدين يقتلوا في المسلمين في كل مكان، منهم الكرب في الصدارة، معاهم بني عمهم الصهاينة. لخي الله غافل عما يعملون. انت شا قتلت من المؤمنين؟ قتلت مليون. حطي بالك، اللي يقتل تدخل الجنة، كلما تنضج جلدك الا يبدل لك ربي جلدة اخرى باش يعاود يعذبك مقابل نفس بريئة قضيت عليها ظلما وعدوانا. اتهنى، امورك محسوبة وامورك في العنبر بالمقلوب. فهمتوا؟ بالمقلوب. انتم انقلبتم على الدين بكل حيلة ونافقتم حتى لا يأتيكم منا أذى، يعني ما نعرف عليكم شيء إلا القليل اللي سهل المولى وأذن به أن نعرفكم من لونج بودي جسدكم، من لون بشرتكم، من انفعالاتكم، من سكوتكم أي صمتكم، وأن لهم مجال نعرفوا، لكن معرفة الله مطلقة. إذا كان في بالكم وقت اللي تعملوا الأشياء بسر و تحضرون حروب، قال ربي في شأنكم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله، ما كنتش ناجحين. راهو في لبنان وفي فلسطين المحتلة، ولا مجر رينا اللي اليوم إسرائيل مع رغم المدد الكربي وغير الكربي، لا بالأموال وبالاستفادات وغيره وغيره الاستعلامات، ما عنده شيء تجم تعمل اليوم. باراليزي، مضربها الشلل التام، وجي تنبيات من جيشهم الظالم قالك لن يغلب. ورينا تو تباشير اللي انقلبت عليه الايام، عاد يقولوا لهم ما تخرجوش، التزموا بالمكوث في الملاجئ. ومن منهم اللي يرى حكومته نافق فيه يخرج، قد تصيبه قذيفة منه، صاروخ موجه ذكي ولا. على كل حال، المفيد حوال متعب ياسر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء: ليسوء وجوهكم، أي تبدو عليكم علامات الخوف وسوء الحال، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد على أبواب ذلك، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، وليتبروا معه تتبيرا. القذارة متاعكم اللي تسميوها حضارة عالمية وسيدة ومتفوقة على كل القذارات أي الحضارات، هذا كله سنمحقه ونبيد آثاره من دنيا وصلت إليها أيديكم المنطخة بالدماء، ووصلت عقولكم لتدعون أنتم في تألق عقلي، وصلت عقولكم باش تدخلوا فساد في كل مكان. يا ربي حرم الفساد وحرم نشره وتمجيد الفساد، وأنتم أصل الفساد، أنتم وابن عمكم الكلاب الكرب، نسأل الله السلامة.